غزة، ولا أي كاميرا تلفون، ولا عدسة كاميرا، ولا خبر على تلفزيون، ولا حتى على السوشيال ميديا ممكن ينقل لك الحرب والإبادة اللي قاعدة بتصير على أهلنا في غزة. رح أحاول قد ما أقدر أحكي لكم القصة من بدايتها لنهايتها، ونقول لك الصورة قد ما بقدر اللي صايرة على أرض الواقع، عشان تعرف أنه الموضوع أكبر من ما أنت قاعد بتشوف بعيونك. كيف انعرض علي؟ حكى معي تامر بسيسو، حكى لي ضياء في جمعية بدها تنزل على غزة وأنا نازل معهم أنا والدكتور حسام، بتحب تيجي معنا؟ قلت له آه. قلت له بس مين هاي الجمعية وكيف؟ وقعدت أنا أستفسر أكثر لأنه الموضوع مش سهل. أنت رايح على أرض حرب، أنت رايح على مكان احتمال تروح ما ترجع، أنت رايح صعب، يعني إحنا كلياتنا نفسنا وطلعنا وحكينا نفسنا نكون بين أهلنا وناسنا، لكن كل واحد فينا عنده أهل وناس وعيلة، ويعني الموضوع لما أنت تفكر فيه الناس بتحاول تطلع من غاد، كيف أنت بدك تفوت لهناك؟ صعب كتير لو شو ما كنت أنت حاكين لك أمان، لكن أنت بتوقع ورقة أنه ما لهم بأي شيء بصير، يعني أنت قاعد تتعامل مع كيان بعرفش بالأمان ولا بالإنسانية ولا بالدين ولا بأي شيء له دخل للحياة بصلة ما بيفهموا فيه، فأنت فعليا في خطر بكل ثانية بعد ما تأخذ هذا القرار. تامر والدكتور حسام كانوا حاجزين تذاكر ويعني ما فكروش، أنا كنت الشخص اللي لا بده يفكر بصراحة، الموضوع مبني على انه هو حقيقي، يعني انت دائما بتحكي نفسي اروح على غزة، نفسي اروح على غزة، خذوني اذا في حد رايح يخذني، لما يصير حقيقي بتفكر بتصير تحكي طب انا شو دوري؟ طب انا مش دكتور، طب انا حدا ما بطبخ، يعني انا حدا لا راح افيد بالطب بالاداوي الناس، ولا انا راح افيد باني انا اطبخ للعالم، ما بعرفش انا ايش بدي اعمل. حكيت مع الدكاترة اللي كانوا يطلعوا من الاردن، قلت لهم انا لازم اشوفكم، التقيت انا والدكتور بلال عزام وكمان ثلاث دكاترة، قالوا لي ضياء ضروري تروح، إلا من روح ثمن نزلات وقليل من الناس اللي بتعرف إنه في ناس قاعدة بتروح وفي ناس قاعدة بتحاول تساعد. لما هم أقنعوني إنه ضياء دورك مهم، نقلك للصورة مهم، فقال لي لولاكم، لولا الناس اللي عندها أرقام ما راح توصل الصورة إنه في ناس مستعدة، وهذا بشجعك وبشجع غيرك. فهو قال لي ضياء أنت ضروري تروح. أنا والله حاولت أتنازل بالمكان تبعتي لأي حد، مثلاً لدكتور كان كل راسي إنه لا الدكاترة أهم، الدكاترة أهم، بس حكوا لي ضياء المرة الجاي، المرة هاي في 20، المرة الجاي بروح 40 دكتور من وراء اللي ممكن إنه الناس تعرف عن هاي الحملة أكتر وأكتر. كنا نازلين مع مؤسسة رحمة، فأنا استخرت وحكيت بدي أوكل أمري لربنا عشان أخذ القرار. ما حكيتش مع كتير ناس لأنه أغلب الناس كانوا يحكوا لك أنت مجنون، أنت يا زلمة بين كل عقلك يا زلمة الوضع صعب. مظبوط، يعني أنا فاهم أمي شو الناس نظريتها في الموضوع، لكن أنا لما أجتني الفرصة حكيت لا، هاي فرصة ربنا ما خلى، ما جاب تامر بسيسو وما خلى تامر يحكي معي إلا إنه هاي إنه ربنا بده يشوف أعطيتك فرصة، حاول إنه روحه والأمان بإيد ربنا عز وجل. فأنا حكيت بدي استخير، استخرت، وطبعا مستحيل إنه والله ما كان في خوف، لا قبل كان في خوف لما أنا فكرت في الموضوع كامل، بعد ما استخرت والله العظيم ارتحت، صرت أحكي أي إشي ممكن يصير يخرب علي هاي النزلة هو راح يكون من ربنا عز وجل، انا ممكن اصل مع بالرفع يحكوا لي انت ممنوع تفوت، فانا تركت الامور على ربنا، خلاص وكلت كل الامر لله. صليت قبل ما نطلع على المطار بساعتين، بصير في طيارات فوق الاردن وبصير الموضوع مش مفهوم انه المطار سكر لاول مره بجوز بالتاريخ المطار بتسكر، هذا الاشي صفاني، صرت احكي زي ما انا استخرت علشان موضوع واحد، مش انا استخرت كل الدنيا قلبت وقعدت. لما انت تستخير وتشوف انه اشي تعطل بيزيد التوتر عندك، يعني إذا أنت كنت متوتر وبدك ربنا يمشي لك في الموضوع، فأنت هنا بتخش في حالة بأنه لا دقيقة أنا سكر المطار معناته ربنا بدوش يعني أروح. طب رن على تامر هيو جاي على الطريق، تعرف تامر بده ينزل بالطول بالعرض لو سواقة من الأردن لمصر، لا بده ينزل سواقة. فأنا بقول له تامر وضعي غير، أنا استخرت وتسكر المطار، فأنا حاس ربنا مش كتب لي إياها. صحيت الصبح على الساعة 2 بعد ما نمنا وكل إشي تكنسل والجمعية حكت لنا احتمال كبير إنه كل إشي يلتغي، صحيت على 2 لقيت كل الأطباء الأردنيين، فتحت على إنستغرام لقيت الدكاترة الأردنيين طالعين على الساعة 1، شفت الصورة قلبي هيك إنه أنا بدي أكون معهم. رنيت على تامر والدكتور حسام قالوا لي إحنا بالمطار تعال، أنا مش حاجز والله العظيم مش حاجز. فتحت أشوف تكتات الطيران على نفس الطيارة تعيتهم اللي على الساعة 8، لقيت تيكت دفعت قالوا لي التيكت راح، قلت هاي تاني إشارة إني أنا ما أروح. رنيت على تامر حكيت له، حكى مع الملكية تواصل معاهم قالوا له هلأ مندبر كرسي وبسرعة فوتوا ادفعوا.
فت ودفعت، حكيت لتامر، قلت له تامر انا قاعد بتحدى الاقدار كلياتها عشان اوصل، بدي اشوف اذا بصل المطار والطياره بتتاجل مره واحده ما راح اجي، خلص بتكون علامه من ربنا انه ضياء ما بدي اياك تروح. على الساعه 8 الطياره بتتاجل للتسعة، طلعت على الشباب قلت لهم يلا بتعطيها كمان فرصه اني قاعد معكم في المطار. تتاجل الطياره على الساعه 10، تتاجل الطياره للساعه 11 ونطلع في الطياره على 11. كان في نقزه لانه انت خلص يعني انت استخرت عشان تتيسر، انا قاعد بستخير والامور قاعده بتصير اصعب، لكن ربنا ممشيها من اماكن ثانيه. وصلنا مصر، بعد ما وصلت مصر وشفت الشباب والدكاتره والاطباء، ربنا حط في قلبي كميه من الراحه لا توصف لا توصف. خلاص كل شيء نزل، طالما انا وصلت والامور تمام. بكره الصبح وصلنا مصر على 12:30، على الساعه 4 الفجر كنا بنحرك على معبر رفح. كل شيء غاد، خلص انا ربنا حط في سكينه من عنده. هاي السكينه مستحيل انت لا بتشتريها ولا بتصطنعها ولا بتقدر تصطنعها. اللي بيكون مع ربنا ربنا بيكون معه، فربنا خلص انا حطيت حالي بحفظ الرحمن. ومن غاد بلشت الراحه وبلشت الفكر اني انا شو بدي اوصل لما اروح غاد. انت رايح على مكان حرب، رايح على مكان ناس قاعده بتنباد، انت رايح على مكان ناس مش بتعيش باسوأ فترات حياتها، ناس ابدا ما بدها ناس تيجي تزورها بهذا الوضع، ناس ابدا ما بدها ناس تيجي تتفرج عليها، ناس عفيفه، ناس كريمه، ناس عايشه احلى حياه. فانت داخل على مكان انا بحكي مع حالي كيف بدي اتصرف. بعرف الناس بغزه بتحبنا، بعرف الناس بغزه بتتبعني، بعرف الناس بغزه مبسوطه انه في ناس جاي، وفي ظل انه كثير ناس يعني صعب جدا حدا يفوت عليهم. فانا حسيت انه لا، الناس لازم يعرفوا زي ما احنا بنطلع وبنحكي احنا معكم، احنا معكم في كل الظروف. ولو الفرصة هاي صحت لأي صانع محتوى، لأي إنسان ممكن يكون علامة فارقة، لأي دكتور، والله لكلياتهم يوافقوا، راح يفكر مرة ومرتين وثلاث. إشي مش سهل أبدا، لكن قراره النهائي 90% راح يوافقوا وراح يروحوا. هلأ أنا طول الطريق بحرب نفسية إنه تكون النية خالصة لربنا عز وجل، ما يكون فيها رياء 1%. رنيت على الشيخ علاء قلت له شيخ أنا بدي أشوفك ضروري. رحت شفت قعدت أنا والشيخ، قال لي الشيخ أنت من إيش خايف؟ قلت له أنا خايف من النية. إحنا اللي على السوشيال ميديا سهل جدا نيتك تتغير، سهل أي إشي ممكن تشوف إشي هيك زيادة عمل هيك توقع بهذا الفخ، يصير الموضوع رياء بدل ما هو نية خالصة لربنا. حكيت للشيخ قال لي أنت خايف من هذا الإشي؟ قلت له آه. قال لي تسهل معناته إن شاء الله نيتك سليمة. فتنا على غزة، كان الشعور أول ما فتت من معبر مصر شفت سيارات إسعاف صافة على معبر مصر بدهم يخشوا على مصر إصابات. أول منظر هذا أنا بشوفه، 20 سيارة وكل سيارة فيها جرحى وأهله. أنا ما صدقت لما شفت الموقف، قلت هذا حقيقي. صرت أدخل أحكي مع الناس اللي في السيارات أسلم عليهم، الله يعني تحاول أنت شو تطبطب يعني، ولا كلمة بتطبطب الجراح اللي أنت ممكن تشوفها. دمعت، خنقت، ركبت في الباص اللي بده يفوتنا جوا. وصلنا معبر رفح تاع غزة، فتت لقينا كل الشباب. أنا أول ما فتت ما عرفت شو أعمل، لقيت كل الدكاترة الأردنيين سجدوا وصاروا يبكوا. أنا في حالة تشنج وأنا طالع يعني بعد ما خلصت هيك، بعد ما تمالكت إنه الموضوع أنت في غزة. وطلعنا برا وصار يحكوا لي ضياء هاي الزنانة كانت تزن من فوق راسك أنت على المعبر سامع صوت الصواريخ. أول ما فت حكيت للشباب اخوان اسجدوا هون، اسجدوا اسجدوا، يعني حسيت في العظمة سبحان الله. انا اوليتها كنت متشنج مش عارف اتصرف، الدكاترة صارت تبكي، كل دكتور اخذ زاوية وصار يبكي، كل دكتور سجد. الشعور غريب، الشعور مختلف، بتبتسم لانك انت في غزة بس بتفكر بتحكي انا ليه ببتسم في حرب، الناس بتبتسم بس ما هي برضو الناس في حرب. فكل اشي صار على معبر رفح مش طبيعي، هو غير خارج عن تفكير الناس وعن تفكيرك انت كيف ممكن تتصرف. انت شفت ناس بتتبعها، ناس طالعة من حرب، انت تعزي، انت تعبط، انت تحضن، انت تحكي كلمة حلوة. كانت المشاعر جدا مخربطة، لكن اجينا على حالنا شوي، لملمنا بعض احنا والشباب وحملنا حالنا ورحنا على المكان اللي كنا مننام فيه. اول ليلة الزنانة ما بتروح من فوق راسك، انت في زنانة رايحة جاي من فوق المكان اللي انت نايم فيه، رايحة جاي رايحة جاي، مين بدها عشو بتدور صوت الليلة. فش فجأة بتسمع صوت قصف، كمان 10 دقايق بتسمع صوت قصف، تطلع من الشباك بتلاقي النار، تقعد تحكي لا هذا الحكي هيو اللي احنا هيو قدامك. اللي بيقول لك ما خفت كذاب. نعم انت بتكون موكل امرك لربنا عز وجل، لكن في خوف،
الصاروخ اللي نزل بعيد عنك اربع بيوت اللي بعده يمكن على البيت اللي انت فيه. ما بتعرف وين الصاروخ نازل. انت بتضلك تشاهد كمية الناس اللي بتتشاهد، الكل بتشاهد، بعدين اي واحد بيحكي لو واحد شو عم بقول له تشاهد، كل انا بتشاهد، تامر بتشاهد، الدكتور بتشاهد، لانه احنا جد مش عارفين الصاروخ الجاي وين بده يجي. بعشر دقائق بغزة، بعشر دقائق بتسمع صوت اسعاف، بتسمع صوت زنانة، بتسمع صوت صراخ، بتسمع صوت قصف، بتسمع صوت مستشفى، بتسمع صوت ام بتعيط، بتسمع صوت اولاد بيلعبوا بشارع. بعشر دقائق في غزة بتسمع كل الاصوات اللي ممكن جد ترعبك رعب، ترعب جسمك كيانك كله يصفن، ما تعرف شو بدك تعمل، ما تعرف كيف تتصرف. الغريب بالموضوع انه انت قاعد بتسمع اصوات قصف، فجاه بتمسك تلفونك بتلاقي الخبر اللي انت شفته في عينك وصورة الناس اللي راحت فيه وصورة الناس اللي استشهدت فيه على التلفون. انت زمان كنت بس تشوفه على التلفون، انت الان بتسمعه بتشوفه وهي صورهم، وفجاه بتلاقيهم في المستشفى اللي جنبك، وفجاه بتسمع صوت الام بتعيط. 10 دقائق بتشوف اللي انت اللي فيش عقل الانسان جاهز يتحمله او يسمعه. وتاني يوم بلش الشغل مع مؤسسه رحمه، وكانت الفكره انه احنا ندخل ميديكال سبلايز واطباء على قطاع غزه يعالجوا الناس، لانه جد 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 الوضع جدا صعب هناك. يعني انت ولا مؤسسه ولا جمعيه ولا 20 جمعيه بتقدر تقوم بحل هاي المشكله، لكن لو كانت نقطة في بحر فلنعمل على هاي النقطة في البحر، لأنه محتاجين كل إشي غاد في ظل الأوضاع اللي كتير صعبة. بلشوا الدكاترة، توزعوا الدكاترة على المستشفى وعلى الأقسام اللي بيشتغلوا فيها. إحنا كان شغلنا إنه نوثق إنه هاي الدكاترة شو عم بيعملوا وين عم بيناموا وشو عم بيسووا، قديش الحياة صعبة، قديش الناس ممكن تأخذ قرارات في حياتها جد عشان تحمي حياة غيرها. حلو تفرج إنه لسه في ناس مستعدة، لسه في ناس جاهزة، لسه في ناس بتعطي، لأنه إحنا صرنا بزمن أقلية جدا ما تلاقي إنسانية في ظل كذبة كلمة إنسانية وحقوق الإنسان صارت كذبة. فبضل على كل إنسان حر وشريف إنه يثبت إنه لا، لسه في ناس حرة، في ناس مستعدة تحط كل إشي على الخط وتيجي تساعد. صورنا اللي بنقدر عليه، قعدنا مع الشباب اللي هناك، شفنا الصحفيين، وصلنا اللي بنقدر عليه من أمانات كانت معانا. ربي لك الحمد، ربي لك الحمد، كانت إحدى الأسباب اللي أنا قلت لا بدي أروح، في معي أمانات لازم توصل للناس هناك. الناس هناك مش محتاجة، الناس في غزة انحرمت محرومة، وما أصعبها لما العزيز يخذل، ما أصعبها لما الكريم يخذل، وما أصعبها لما الشبعان يخذل، المعطاء اللي بيفتح لك بيته. إحنا الناس كانت تشوفنا ده تقول لك تفضل، بس يقول لك ضياء يعني ما انت عارف أخو، يعني ناس لسه بدها تعزم وبدها تقول لك تفضل في مكان في العالم ما صارش في الدنيا زيه. التصرفات صعبة، لا انت عارف تتصرف ولا هو عارف يتصرف، ولا انت عارف كيف تطبطب عليه بالجروح والمآسي. هذا حدا فاقد ناس، هذا حدا نازح، هذا حدا خسر كل شيء بحياته، هذا حدا خسر شغله، وظيفته، بيته، أهله، عيلته، ماضي، مستقبله، متى رح يرجع يوقف على رجليه، متى راح يلاقي هذا الإنسان الغزاوي وقت إنه يحزن. الناس قاعدة بتنزح من بيوتها، بتطلع من منطقة لمنطقة ومتركة وراها حياة كاملة، حياة من ناس لأهل لمصاري لبيت لمستقبل كله تركته وراها. ما بيعرف الواحد مين تحت الركام من أهله ومين طلع، مين بينام بالشارع ومين بينام بخيمة، ما بيعرفه. الناس لسه مش ململمة حالها أبدا. الناس كل يوم بيعيش هذا الإنسان الغزاوي بس مفكر وين بده ينام، مش قادر يلملم جراحه، مش قادر. حد عايش بعزة لسه انت بالعزة بتكون قاعد بتبكي وقادر تفضفض، وبيجوا الناس يوسوك، انت غاد بعزة وبتدور وين بدك تنام تاني يوم. نفسهم اهل غزة قاعدين بيساعدوا بعض، بيستقبلوا بعض في بيوت بعض، اللي بيطلع من الشمال بيقعد عند واحد بالجنوب، اللي بيطلع من الشمال بتلاقي، صورت حتى شاب هناك قاعد ببيته ومقاعد عنده تقريبا 14 شخص ببيته، وبيقول لي يا رب ما أكون مثقل عليهم. شوف كيف الناس، يعني نفس أهل البلد قاعدين بداوي في بعض، يعني حدا عنده عزة بداوي بحدا عنده عزة، بطبطبوا على بعض. فأنت بتحس حالك معقول هاي البشر طبيعية؟ هاي البشر الصبر، مجبورين على اللي هم فيه، ومجبورين. حتى الناس اللي بقول لك كيف متحملين، مش متحملين، الناس تعبت، الناس تعبانة. لسه بتلاقي اللي قاعد بطبخ غزاوي، بطبخ لغزاوي، بتلاقي اللي قائمين على حمل غزاويين بيساعدوا بغزاويين، اللي قاعد بلم مساعدات غزاوي عشان غزاويين. فانت بتحسهم برغم التعب
لسه قاعدين بيساعدوا بعض، مخيمات وخيم، واللي ما عندوش خيمة بدبروا له. هسا اللي مش مدبر لحاله بقدرش يدبر لغيره، بس اللي مدبر لحاله وقادر يدبر لغيره مش قاعدين بقصروا في بعض. في ظل انه جد الواحد اذا لقى لقمة بقول لك الحمد لله لقيت لقمة هاي لي، لا بقسمها على ثمانية، لو على ثمانية حوالي بقسمها بيناتهم. من الخمسة ايام اللي انا شفته مقومات الحياة معدومة معدومة، حتى على مستوى تقوم على الحمام ما فيش، بدك توقف على الدور، تروح تشتري خبز بدك توقف على الطابور، بدك تجيب اي شيء، بدك تجيب بيض بدك توقف على الطابور، بدك تجيب طحين بدك توقف على الطابور، ما بتقدر تعمل اي شيء وقت ما انت بدك، في وقت في طابور في مقومات الحياه البسيطه. بدي اغسل ايدي هسه ما فيش. على مستوى الناس جد تغلبت، بنزلوا لك صوره والناس على البحر بيحكوا لك الناس تحب الحياه، الناس رايحه تتوضى وتصلي على البحر، الناس رايحه تغسل فيش مي. فالصور اللي احنا مرات بنشوفها عشان نرضي حالنا ونبسط نفسنا، لكن الواقع بارض بين الخيام وبين الناس وبين الناس العزيزة الوضع جدا صعب، مقومات الحياة صفر. وأكثر إشي كان لامسني غاد شعور الناس، شو شعور الناس وهي شايفة ناس مثلا تعطيها مساعدات، شو شعور الناس وهي شايفة إنه الناس جاي من برا تساعدنا ولسه قادر يسلم عليك ويقول لك بنحبك ويسمعك ويقعد معك ويحاول يضيفك. صعبة. أنت نفسك اللي قاعد ببيتك تخيل حالك خسرت بيتك، تخيل حالك خسرت أولادك. نفسك اللي قاعد تحضرني تخيل هسا غمض عينك، تخيل انت خسرت اولادك، البيت اللي انت قاعد فيه مش موجود، انت قاعد بخيمه وبيجوا ناس من برا كل شوي بيساعدوك بشغله، بيساعدوك بمرض، بيساعدوك باكل. ليه انا مش محتاج؟ انت نفسك راح تصير تكره العالم. لسه الغزاوي قادر يوقف ويسلم عليك ويحكي لك قال شكرا انك اجيتنا، شكرا انك شقيت علينا. شوف لوين انت. شعور الناس أكثر إشي كان مخوفني في هاي الرحلة، إنه كيف الناس راح تحس. ما بدي إنسان يشوفني يحس إنه ناقصه أي إشي أو هو أقل من أي حد، لأنه هم فعليا إذا مش زيك هدول الناس أحسن منك بحياته بمعيشته بانبساطه بكل إشي. بعدين المسميات غاد سقطت، لا مهندس ولا دكتور ولا طبيب، أقسم بالله بتحسها من أول يوم القيامة. كل الناس زي بعض، كله قاعد بخيمة، كله قاعد بخيمة. تيجي انت بتسلم على واحد بيقول لك انا مدير بنك الفلاني، يا زلمه وقاعد مضطر مضطر، يعني هم الناس قاعده في اماكن هي مضطرين عليها، واللي قاعد بخيمه احسن من اللي مش عارف وين بده يقعد، من اللي لسه بينام في الشارع، من اللي لسه بيستنى الفرج. وما اصعب الانتظار، انتظار المجهول صعب. هو نعم بعلم ربنا عز وجل، لكن على الناس صعب. لما ما يكون إشي متوفر لك صعب، لما تكون محروم معك بس محروم، مش قادر اسحب فلوسي، مش قادر اعمل اشي. وبرضه من الشغلات اللي لفتتني غاد الحس الامني عند الشعب. كل الناس حاطه لزيق على الكاميرات الاماميه تاعت تلفوناتها. الحس الامني غاد، يعني حتى اي شخص ممكن توقف معه تساله كتير اسئله ما برتاح لك. فالناس عندها حس امني رهيب رهيب، يعني من كميه الخذلان الناس قليل جدا ما توفق. مشيت بين الخيام وروحت وشفت العالم بين الخيام، ناس ثقالة، ناس راقية، ناس بتجنن، ناس حلوة، ناس بتحب الحياة، ناس راتبها كانت كويسة ويطلعوا على مزرعة بالآخر العطلة ويقعدوا على البحر وجوامع. ناس كثير خسرت، لكن اللي بصير من وضع إنساني غير مفهوم غير مفهوم. بعدين غاد شغلة لفتتني، كمية الناس اللي جد ما معها تلفونات. إحنا على تواصل مع الناس اللي معها تلفونات، في جد هاي الناس عشرات مؤلفة معوش تلفون، باع تلفونه أول شهرين ثلاثة من الحرب، باع تلفونه على أساس إنه الحرب تخلص. الآن قاعد بس قاعد بستنى، وبتشوف بدل الواحد ألاف قاعدين لا تلفون ولا أي إشي، بستنوا الفرج، بستنوا الحرب هاي تخلص. يعني أنا برات بقعد أفكر، بقعد أحكي شو حجم الإيمان اللي أنت لازم تكون مخلوق فيه أو مهيئ حالك إله أو متعلمه أو دارسه أو متعطشه. شو حجم الإيمان اللي أنا وياك عنا إياه؟ إذا إحنا بغزة رح نتحمل كل هذا. تعرف إنه الناس هاي غير، هاي الغزة ما بدهم حد يعظمهم، بقول لك ضيع ما حدش يعظمنا، إحنا تعبنا. بس هم غير، اللي لسه الناس قاعدة بتحكي الحمد لله. أنت كلمة الحمد لله بتسمعها كتير بغزة، الحمد لله رغم التعب، الحمد لله رغم النزوح، رغم الجوع، رغم صعوبة ومقومات الحياة اللي مش موجودة، لسه بقول لك الحمد لله. من المواقف اللي ما بنساها، اثنين اصحاب جيران نسيوا بعض، والله العظيم كان معي محمود زعيتر واقف معاه جاره، ما بعرف انه جاره، بقول له اسمك وهيك، قال لي زلمه انت جارنا حيط الحيط، قال له ليش هيك صاير شكلك نحفان؟ ما عرفه، ما عرف جاره
من ورا شكله. انا صمنت محمود طبعا بمزح وبضحك بده يضيع الموضوع. قلت له لا محمود الموضوع مش طبيعي، انت نسيته من 6 شهور، فلك ان تتخيل الوضع الحقيقي هناك. تنسى شكل جار لك من ورا حرب، يعني قديش بتكون اجت عليها هاي الحرب كتير. وقصة تانية، رحنا على المستشفى الميداني الأردني وطلع لي واحد من الشباب بحكي لي بضحك وبمزح جاي على عكازي رجله مبتورة، بحكي لي عن برنامج كبسة وأنا بحبك وبحضرك. قلت له إذا أنت لك نفس لسه تحكي معي وتحكي لي عن هاي القصص مالك؟ قال لي يا حبيبي أبو الدي ما خلوش إشي، أخذوا كل إشي، أخذوا اليدين والرجلين ما خلوا إشي. أنا حتى الفيديو تصور وأنا كنت بحكي معه عادي، شاب تصورنا إياه ونزلته. سمعت بيقول لك ما خلوا شيء، كانوا يلبسوني كاميرا ويدخلوني على عمارة، يحكوا لي قال خش أصورها، بيقول لي درع بشري، درع بشري يستخدموني، برجلي يخبطوا الحيط، برجلي بدهم يعرفوا شو نوع الحيط عن طريق رجلك، وبضحك وبقول لي الحمد لله. تتفاجأ ترجع من غزة بتستحي تشكي، تحس كل إشي أنت فيه من هم ونكد وخير وبركة ونعمة والحمد لله، تخجل بتصير تخجل. المواصلات كانت جدا صعبة جدا، ممنوع تتحرك هون، ممنوع تيجي هون، ما بتعرف انت مثلا مسموح لك تتحرك من هون لهون بالساعة الفلانية، بعد 5 ممنوع تطلع. ومع ذلك انه احنا اذا ما كناش مخلصين اليوم ومش شايفين اللي بدنا نشوفه ونعمل اللي بدنا نعمله، كنا لابد انت في مكان شو ما مشيت على الوقت وشو ما مشيت على النظام وشو ما مشيت على ورقة وقلم، انت معرض تفقد حياتك في اي لحظة. ترجع ما بتكون تفكر بطريقة طبيعية، بعدين بتصير تشوف الموضوع من طريقة ثانية وبتضيع. مرات تقول تحكي إذا أنت مش فاهم يانيالي، واللي فاهم بتعب كتير. وأحلى لحظة كانت اللي في غزة لما قعدت أنا والشباب الصحفيين بخيمة، أول مرة بقعد قاعدة كل الأناشيد اللي أنا كنت أسمعها من أيام أمريكا وأيام دراستي، بحب الأناشيد طول عمري، لما كنت أجي هون أقعد مع شباب أروح أي مكان فيه قاعدة هيك روحانية حلوة أحكي عن الأناشيد هاي الشباب مش حافظيتها. لما رحت على غزة اي انشوده احكيها الاقي كل اللي قاعدين ينشدوها معي. حسيت انا حسيت حالي غزاوي، يعني حسيت انه اهلي 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 مني مني من دمي. بعدين غاد الكل بتحسه خبير عسكري، الكبير الصغير المره الاب الاخ الاخت كلهم حافظين اصوات الصواريخ شو نوعهم، مسيره ولا كوات كابتر، كله عارف كل شيء. الغزاوي يا اخوان بتحسه خبير عسكري بدون ما يدرس علم صناعة أسلحة. بعدين تقلقش بغزة غير عن أي تقلقش في الدنيا، يعني تقلقش إذا سمعت صوت صاروخ بقول لك تقلقش، الصوت اللي بتسمعه مش إلك، خاف من اللي ما بتسمعه، اللي ما بتسمعه بيكون هذا عليك، واللي بتسمعه تخافش منه بقول لي تخاف تقلقش. أنت بصيبك لاج إنه شو تقلقش يا زلمة، وهيو غاب. بعدين لا وهو قاعد مكانك بقول لك هذا بيكون على بعد 3 شوارع لتحت أو عند البحر، عارفين اللوكيشن. صعب الناس غاد بطلت تفكر زي أي حدا عايش برا غزة. اخر يوم اللي كان في غزه لملمت اغراضي وضبطت اغراضي وطلعت برا، قعدت برا هيك على باب محل ما احنا كنا نايمين وابكي، انهارت عياط. حسيت بتحس بخيانه انك طالع ليه، بتحس انه ليه انا بقدر اطلع هذا مش قادر يطلع، شو الفرق بيني وبينه، شو الفرق ابن بلدي، شو الفرق ليه مش قادر هو يطلع ليه انا اطلع. بتحس بعدم عدل، بتشوف شغلات قدامك. انا اقسم بالله كنت ابكي زي الولد الصغير، مش بتحمل، مش قادر. كل ما يجي علي واحد اقول له خلاص روح على السباجه، كل ما يجي علي واحد اقول له خلاص روح على السباجه. بعدين يجي علي شاب من الشباب اللي كان قاعد معنا يقول لي اقسم بالله يا ضياء من غزه، هو قال لي نفسي ابكي، قاعد جنبي قال لي ضياء نفسي اعيط، نفسي قال لي بس عشان عيلتي، قال لي ضياء نفسي اقعد بارض فاضي واضل اعيط. عبطته اجى كمان صديقنا عبطني، صرت اعيط، صرت احس انه انا حسيت في شعور. أنا رحت مكة ورحت القدس بكيت أول ما فتت، وأنا طالع كنت مبسوط إلا غزة فتها مبتسم وطلعت منها ببكي. رحت على المعبر، وصلنا المعبر كمية الناس، أنت لما تشوف غاد تحكي ليه شو المكتوب على هاي الأمة، من كل عيلة بيكون طالع واحد أو اثنين، كل عيلة متركة وراها أكثر من 50 شهيد، وعلى المعبر بترك نص العيلة اللي ضلوا عايشين، وبطلع بصر مصر بجوز بصر بطلع لحاله أو معاه كمان شخص. يعني الناس زي اللي مش مكتوب لها انها تنبسط، مش مكتوب لها انها تعيش هاي الدنيا، بتنقهر. بتصل على المعبر بتسمع 1000 قصة، كل واحد راكب الباص وانت طالع من معبر رفح غزة لمعبر رفح مصر بتسمع قصة بتموت. قعدت في الباص كانت الكراسي فل، قعدت انا على الارض اقسم بالله ضليت صافن. كل واحد يجي بده يحكي معك بده يضحك وبده يسلم ومبسوط انك موجود، ويك ومخنوق من اللي متركهم وراه، مخنوق
بتحس يعني ولا انسان ولا عيلة طلعت من غزة طالعة مبسوطة. ما اصعبها لما تطلع من مكان لمكان مجبور، ما اصعبها. طلعت وصلنا مصر، فيش زنانة، فيش ولا اشي. قسم بالله لما شفت الهدوء عرفت انه انت في كذبة كبيرة. احنا عايشين في كذبة، وكل ما فهمت هاي الكذبة اكثر كل ما راح تتعب من جوا اكثر. وبرجع بحكي يا رب تكون هاي الرحلة خالصة لربنا عز وجل، ما فيها من الرياء اي اشي، يا رب خالصة لوجهك. الله يكون بالعون.